السلام عليكم. نحن الآن في المنطقة اللي جاية تحت ساحة الشهداء، وهذا الفضاء الكبير جدا الذي يشهد عن عراقة وعظمة مدينة الجزائر عبر التاريخ، يعني منذ 2000 سنة، منذ عهد إيكوزيوم، عهد الرومان، وكذلك العهد الدولة الجزائرية التي نعرفها كما هي الآن باسمها الجزائر وبتاريخها، ليمتد على ما يعني طوال 5 قرون، يعني منذ 1560 تاريخ يعني الحديث نتاع مدينة الجزائر إلى يومنا هذا. إذن هنا رانا في موقع واحد من المواقع مأثورة لمدينة الجزائر العاصمة، واللي كان تابع قبل مجيء الاستعمار إلى مدينة القصبة، اللي كانت تمتد إلى حدود إلى الساحل، يعني القصبة والتي تم تهديمها من طرف الاستعمار الفرنسي لبناء الجزائر الحالية اللي نعرفها الآن، العمارات هذه اللي ما يسمى بالقصبة السفلى، وهذا يعني لو سوسول اللي جاي تحت الأرض اللي تبنى فوقه مدينة الجزائر، واللي سوف يصبح جزء من محطة نتاع المترو نتاع ساحة الشهداء، واللي سوف يحتضن المتحف الوطني للبحرية الجزائرية وللقصبة الجزائرية ولمدينة الجزائر. وهذا المتحف الآن رانا نشاهد المفاضآت اللي راح يعني تستقبل هذا المتحف، واللي راح تكون تابعة لمحطة المترو نتاع ساحة الشهداء، وسوف يصبح المحطة تاع محطة المترو تاع ساحة الشهداء سوف تصبح واحدة من أكبر المحطات نتاع المترو في العالم، ومن المحطات القلائل في العالم اللي عندها متحف وطني تابع إليها، وهذا شيء رائع وجميل، وتكون عندها مداخل من ناحية الإميرالية من تحت البور، من ناحية شارع جبهة التحرير، وتكون فيها مداخل كذلك من الجهة الفوقية على شارع زيغوت يوسف، وكذلك مداخل من المترو مباشرة. إذن إن شاء الله المشروع هذا نتاع المتحف الوطني سوف يكتمل في قرب الآجال، ليزيد ويمد البعد الثقافي والبعد الحضاري ولمدينة الجزائر وللجزائر ككل إن شاء الله. والسلام عليكم.